السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ احنا ان شاء الله سلسلتنا القادمة، هي السلسلة الخاصة بمحاضرات الاحصاء الهندسي. الاحصاء هو بصورة عامة، لكن احنا نسميه engineering statistical. وهذا بالمناسبة نحب ننوه انه هاي السلسلة اللي راح تنطلق حاليا على قناة اليوتيوب هي تخص المراحل الاولية. دائما مادة الاحصاء الهندسي تعطى للمرحلة الاولى او المرحلة الثانية لكليات الهندسة، فان شاء الله احنا راح نتناول ابرز واهم المواضيع اللي الطالب يحتاجها خلال المرحله الاوليه حتى يتعلم مبادئ البرنسبل اوف ستاتستيكال. سو حتى انه احنا وان شاء الله ان شاء الله على المستقبل بعد ما نكمل السلسله الاوليه نبلش بسلسله الدراسات العليا فور هاي جراجويت. فان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم اللي تعتبر هي أول محاضرة ضمن سلسلة الإحصاء الهندسي، السلبس اللي راح نتناوله for engineering statistical statistical data presentation، تمثيل البيانات الإحصائية. أي طالب سواء كان تخصص إحصائي أو تخصص هندسي لازم يعرف كيفية تمثيل البيانات الإحصائية ومقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، الهيستوغرام، الفريكونسي، شلون اني انشئ تيبل للفريكونسي والبروبابيلتي. نحن نعطي اهم بروبابيلتي اللي يحتاجها الطالب بالمراحل الاوليه اللي هي الباينوميال والبواسون ديستريبيوشن، وكذلك النورمال ديستريبيوشن والتي ديستريبيوشن اف ديستريبيوشن، اختبار الفرضيات والريجريشن لاين اند كيرف فيتنج. كان ان شاء الله راح نتناوله خلال كورس كامل مكثف باذن الله، عبارة عن سلسلة من المحاضرات تنزل خلال قناة اليوتيوب ضمن بلاي ليست خاص بها. أتمنى منكم أنه تدعمون القناة، لأنه احنا نحاول يعني مبدأنا الأول والأخير أنه قدر الإمكان نشر العلم، من مبدأ زكاة العلم نشر إن شاء الله. فتحاولون أنه مثلا إذا تحسون عندكم زملاء أصدقاء أقارب ممكن محتاجين هاي القناة وبهيش تخصصات أو تفيدهم، انه تنشرون القناة ولا تنسون تدعمونا بسبسكرايب حتى نبقى ان شاء الله ننشر لكم كل ما هو جديد. محاضرتنا الاولى اليوم ضمن سلسلة الستاتستيكال انجينيرينج الاحصاء الهندسي هو تمثيل البيانات. اي بيانات انا عندي لازم ارجع امثلها، فمن امثل اني اي بيانات احتاج عندي اللي هي عنوان محاضرتنا statistical representation of data. فأنا حتى أمثل البيانات أحتاج عدد من عدد من الحالات أو عدد من طرق التمثيل متوفرة عندنا بالإحصاء. أول طريقة وأشهر طريقة دائما إحنا نلاقيها هي طريقة التيبل representation، إنه أنا أمثل البيانات عن طريق تيبل أيا كانت نوع البيانات. ما نحدد إحنا أي بيانات، المهم تمثل لي أنا في التقريب إحصائي لمكان معين، نمو سكان، زيادة ولادات، الوفيات في كذا، مرض معين عافاكم الله، مثلا عدد مثلا السوبر ماركت في كذا مدينة، number of university in كذا بلد، يعني ايا كانت الاحصاءات. وبالمناسبة تمثيل البيانات هذا نحتاجه في جميع مجالات الحياة، يعني ماكو تخصص بالعالم ايا كان medical, science, math, engineering, anything, management، كل التخصصات تقريبا تحتاج الإحصاء أو تدخل الإحصاء ضمن نطاقها، لأنه هو ما يخص علم معين دون الآخر. فإن شاء الله هسه نمثل إحنا شلون نمثل البيانات الإحصائية اللي هو table representation، إنه أنا عن طريق أستخدم table أذكر بي مثلا هسه هذا table يمثل لي مدينة معينة تحتوي على كذا أسماء من الجامعات، يقول لي انه كل جامعة او فد بلد معين يمثل لي انه هاي الجامعات مثلا هاي المدينة بها كذا عدد من الجامعات، كذا عدد من الكليات، وبعدين دا يعطيني الاحصائية الكلية. فدائما احنا التيبل هسه حاول نوضح لكم طريقة التيبل حتى انه تكون واضحة نوعا ما امامكم. هذا طريقة التيبل. هذا التيبل مثلا ده السبجكت، الموضوع الرئيسي اللي أنا أريد مثلا هسه هنا يمثل لي التيبل جدول درجات طالب معين أو طلبة. فهسه هنا عند السبجكت هاي المواد اللي دي أخذها هيستوري انجليش غيرها، وهنا دي ينطيني المين أو الدرجات الخاصة بها، أو الدرجات الخاصة بهم، فإش قد مثلا
شقد دا هنا كم طالباني عندي مثلا بمادة الإنجليزي عند 30، كم واحد بالهستري، كم واحد بالسوشيال، كم واحد بالماث إلى آخره. فطريقة التيبل بالتمثيل هاي الطريقة تكون إنه أنا أمثل البيانات باستخدام جدول يسموها الجداول الإحصائية بصورة عامة. فهو هذا الجدول إنه أول طريقة تمثيل وأبسط طريقة تمثيل ونلقاها تقريبا في كل مكان. هاي أول طريقة. الطريقة الثانية للتمثيل هي طريقة البار تشارت أو يسموها البار تشارت ريبريزنتيشن، تختلف عن الفريكونسي ريبريزنتيشن. الفريكونسي اللي احسن نجحنا على البار تشارت انه اني امثل البيانات عن طريق مستطيلات معينه. هسه نجي حتى نوضح هذا بشكل افضل، ناخذ فد رسم معين. هذا البار تشارت، هسه اللي تلاحظ احنا عندي هنا هذا البار تشارت حتى يكون واضح. هذا البار تشارت يختلف. طيب هذا ليش ما قلت عليه بار تشارت؟ هذا حاله فريكونسي، انه تسلسل البيانات لازم سنه بعد سنه، فهذا يعني هم ايضا طريقه تمثيل، لكن هذا يسمونه فريكونسي تشارت وليس البار تشارت. اكو فريكونسي تشارت واكو بار تشارت، فهذه طريقه الفريكونسي. لكن البار تشارت متواجد انه هذا يكون مو شرط يعني لازم انه مثل متسلسل او متدارج مع بعضه، لا تكون بيناته فراغات يسمونه الجاب، فهذا يسمونه البار تشارت. هذا تقريبا اقرب للذهن البشري من التيبل تشارت. طيب ليش؟ لانه انا هسه مجرد ما انطيك هذا اللي يمثل لك اي شيء، مثلا هسه انا اقول لك هذا يمثل لك توزيع المحطات المناخيه خلال او مثلا توزيع الامطار، مثلا توزيع درجات الحراره خلال كذا سنه. انت تلقائيا بس تشوف توزيع درجات الحراره، هاي هنا قيم درجات الحراره، وهنا مثلا اقول لك خلال سنه كامله، فانطيك هنا قيم الاشهر، يعني اعطيك هاي الكلايمت داتا مانثلي. فانت شو يعني مباشره بس انت تشوف هذا شو تقول؟ تقول هنا مثلا عندي اعلى درجه حراره تحققت خلال هذا الشهر، بينما خلال هذا الشهر كانت اقل من عدها. اقل درجه حراره بالنظر، مجرد النظر تحس انه العقل البشري دا يعرف التفاوت اللي يصير خلال هذه البيانات. فهذه دائما طريقه البار تشارت تطرح للمراحل الأولية، يعني حتى بالدراسات الأولية للمراحل الابتدائية البرايمري السكندري غيرها، دائما تطرح طريقة البار تشارت، طريقة جدا سهلة وبسيطة. يعني بعد اكو طرق احصائية نمثل، اي نعم اكو طريقة، اكو طريقة الداش لاين. الداش لاين شو يمثل لي؟ انه اني مثلا خلال سنة معينة، اي سنة كانت، اني اختار مثلا اقول اني خلال هذه السنة او خلال هذه المدينه موجود عدد كليات او عدد مثلا سكان كان بهذا القدر، اشره بنقطه، لكن في هذه المدينه كان يعني مقدار السكان بهذا القدر اشره ايضا بنقطه، وكذلك للمدينه الثالثه اوصل بين هذه النقاط بخط منقط، بين هذه النقاط الرئيسيه بخط، لكن مو صلد وانما خط منقط. فهذا الخط، هذا التمثيل يسمونه داش لاين ريبريزنتيشن. اين استخداماته؟ يستخدم احنا مجالات الاحصاء عاليه وواسعه، لكن انه حتى تعرف اكو احد طرق التمثيل هي الداش لاين ريبريزنتيشن. واكو طريقه الكيرف نفس طريقه الداش لاين، لكن التوصيل بين النقاط اللي تمثل لي مثلا تواجد السكان، عدد السكان، النمو، اي كانت الخاصيه الاحصائيه اللي انا اريد احصيها لهذه الدراسه، لكن التوصيل بيناتهم يكون بكيرف وصلد، صلد لاين وليس انه هيدن، مثل احنا نسمي هذا هيدن لاين وهذا الصلد لاين. هذا الصلد لاين راح يمثل اذا التمثيل تحول من داش لاين للبرزنتيشن، وهذا لاين امثله بلاين. هذا التوصيل تكون على شكل كيرف وتكون صلد، فيسمون هذا كيرف ريبريزنتيشن. بعد عندنا اكيد تقدر انت تعرف انه الانواع الاخرى. هسه بعد عندنا اكو تمثيل، اي نعم عندنا التمثيل السيركولر. انا ممكن امثل البيانات عن طريق استخدام الدوائر، مثلا هسه اني اقدر امثلها باستخدام الدائره، اقول انه هذه الدائره تحتوي على كذا جزء، هذا الجزء وهذا الجزء، ولكل مدينه ايش قد تحتوي من مقدارها، واضربها في 360 فاعرف المقدار ايش قد تشغل من هذه الدائره. هسه لو احنا نجي نلاحظ هنا هذا السيركولر ريبريزنتيشن اقدر اني امثل به، نلاحظ هنا ايش قد ينطي، وهنا انا انطيك النسب، اقسم لك الدوائر واقول لك مثلا هذا الجزء مثلا هسه مثلا السوشيال ساينس دا ياخذ 72%، هذا مثلا الانجليش كانت نسبته مثلا كتدريس مثلا ككثافه تدريس كانت 72%،
لكن مثلا مثلا الساينس فقط الساينس 70%، الماث كان 76%، فانطي نسب. فأنا أيضا عن طريق أيضا هاي تعتبر أحد طرق التمثيل، ولازم بالمناسبة أي طريقة تمثيل أنا أدرجها أسوي لها مثل ما نقول ليجنز. هذا الليجنز إحنا نسميه يعني بالخرائط كنا نسميه مفتاح الخريطة، الغرض من عنده أنا حتى أبين هاي الألوان شو تمثل لي، نلاحظ إنه هذا اللون يمثل لي الإنجليش، هذا اللون يمثل لي السوشيال مثلا ساينس، هذا يمثل لي فقط الساينس، هذا يمثل لي الماث. يعني فانه هنا بدنا نلاحظ انه هذا التمثيل، هاي احد طرق التمثيل اللي هي طريقه السيركولر ريبريزنتيشن. فدنا نلاحظ انه هسه هاي اهم تقريبا نقدر نقول اهم طرق التمثيل. اذا ككتب ممكن انا ان شاء الله راح اترك لكم ضمن اللينك القناه كتب احصائيه معتمده، تقدر انه الطالب ما يعتمد فقط على المحاضرات، اذا حاب يوسع افكاره بعد يقدر انه يعتمد كتب احصائيه. احنا راح نحملها عن طريق الجوجل درايف، اي شخص محتاج الكتاب نترك له الجوجل اللينك مال الجوجل درايف الخاص بي ويدخل عليه مباشره ويحمل اي كتاب احصائي يحتاجه باي تخصص. لكن احنا ننوه نرجع وننوه بهذا الموضوع انه محاضراتنا لهذا الكورس اللي ينطلق بالبدايه ضمن الستاتستيكال انجينيرنج هو يضمن او يتضمن المراحل الاوليه او المراحل الاولى. فهسه نجي هنا نوضح ضمن ان الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف داتا التمثيل يعني انا الاحصاء يعني البيانات الاحصائيه نقول احنا ممكن نمثلها بشكل تيبل، وايضا هسه نلاحظ هنا مجرد ينطق لاين جراف، هذا مثل ما قبل شوي نوهنا انه انا ممكن النقاط اللي احتاج امثلها عن طريق نقاط يسمونها لاين داش ريبريزنتيشن واوصل بيناتهم بخط، فهذا يمثلون طريقه اللاين ريبريزنتيشن. البار جراف، هذا البار جراف ايضا وضحناه، امثل البيانات عن طريق مستطيلات معينه حتى تمثل لي توزيع الفئه اللي انا اريد اناقشها او اتحدث عنها. الهيستوغرام، هذا الهيستوغرام يختلف عن البار جراف، هذا يستخدم الفريكونسي. يعني اني ان شاء الله من نتطور بالمحاضرات القادمه راح تعرفون شنو معنى الفريكونسي للبيانات الرقميه الرياضيه، فتختلف هذا الرينج. يعني هذا الاكثر استخداما للبيانات هو البار تشارت اللي هو القبله عباره عن مستطيلات، لكن هذا الهيستوغرام المن يستخدم لتمثيل اي بيانات مثلا كذا، فان شاء الله راح نعرف استخدامه، لكن هو احد طرق تمثيل البيانات الاحصائيه اللي هو الهيستوغرام، يشبه البار تشارت لكن تكون المستطيلات متواصله مع بعضها البعض. اللاين بوينت، ممكن استخدم طريقه اللاين بوينت اللي هي عباره عن خط يشبه خط الاعداد واوزع عليه البيانات حسب تواجدها او حسب كثافتها في كل مكان. وايضا عنده طريقه انه هي طريقه التيبل مثل ما قلنا، طريقه هاي طريقه البوكس اند الوشكر بولت، هاي طريقه متقدمه جدا يستخدمها طلاب الدراسات العليا حتى اني اقدر امثل البيانات الاحصائيه باستخدام طريقه البوكس. هاي طريقه يعني مو ليست للمراحل الاوليه وانما المراحل المتقدمه فور هاي جراجويت، بس حتى انه تكونون على علم واطلاع انه اكو طريقه لتمثيل البيانات الاحصائيه هي يسموها طريقه البوكس ريبريزنتيشن. هاي يكون هاي دائما تاخذ هاي يعني تعطى لطلبه الدراسات العليا لان عندهم تمثيلات معينه بعيدين عن ذكرها حاليا ضمن سلسلتنا المتواجده حاليا. والبي تشارت اللي هو يشمل لي السيركولر تشارت، احنا دائما السيركولر تشارت له اسم يسمونه البي تشارت. البي تشارت انه انا اقدر اقسم السيركولر الى نسب حسب التوزيع الفئات اللي انا احتاج اوزعها بها. فتقريبا محاضرتنا لهذا اليوم هي هاي، يعني انه مجرد شلون اني امثل البيانات الاحصائيه وشنو طرق تمثيل البيانات الاحصائيه. فتكون هذه المحاضره الاولى ان شاء الله. اذا اي احد عنده سؤال او استفسار تقدرون تراسلونه على القناه، وان شاء الله راح نترك لكم لينك يخص مجموعه من الرفرنس المصادر الاحصائيه ممكن تفيدك تطور نفسك بها ايضا. وان شاء الله احنا بهاي السلسله راح نغطي كل الاشياء البرنسبل والاساسيه لماده الاحصاء الهندسي. نلتقيكم باذن الله بالمحاضره الثانيه القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.